الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض اول درس في ماث ميدل 2. زي ما عملنا الفيديوهات السنة اللي فاتت، اتمنى وعجبت ناس كتير منكم، اتمنى ان شاء الله الفيديوهات السنة دي تعجبكم وتستفيدوا بيها ان شاء الله، ونسألكم الدعاء ان شاء الله كده دايما. السنة اللي فاتت احنا كنا خدنا السكوير روت في ميدل 1، وعرفنا ان السكوير روت اللي هو الروت for a number whose its product if we multiply itself two times البرودكت بتاعه هيبقى السكوير بتاع النمبر ده. السنة دي اول درس هنبتدي بيه اللي هو الكيوب روت of a rational number. تمام؟ طيب ايه هو الريشنال نمبر؟ الريشنال نمبر اللي احنا خدنا السات بتاعتها السنة اللي فاتت اللي هي كيو، اللي هي فراكشن او ديسيمال او انتجر او كاونتنج نمبر، سواء بالنيجاتيف او بالبوزيتيف. تمام؟ طيب احنا عندنا هنا الديفينيشن بنقول the product of a number by itself three times is the cube of that number. يعني احنا لو عندنا رقم عملناه multiply itself نفسه في ثلاث مرات يبقى ده الكيوب بتاع النمبر ده. زي عندنا كان الفوليوم بتاع الكيوب اللي هو السايد لينث مالتبلاي اتسلف مالتبلاي اتسلف، فهو زي نفس الفكره اللي هي الكيوب اوف اني نمبر. تمام؟ فور اكزامبل 64 از ذا كيوب اوف 4 بيكوز 4 مالتبلاي 4 مالتبلاي 4 ايكوال 64. يعني ايه؟ يعني جبنا ال 4 عملنا لها مالتبلاي لنفسها ثلاث مرات اعطتنا البرودكت بتاعها 64، يبقى ده الكيوب of 4 equal 64. The reverse of finding the cube is finding the cube root. يعني العملية العكسية بتاعت ان احنا نجيب الكيوب of a number ان احنا نجيب الكيوب root بتاع النمبر اللي هو التاني. Finding the cube root of a number is finding another number if multiplied by itself three times we get the first number. تمام؟ For example, 4 is the cube root of 64 because 64 equal 4 multiply 4 multiply 4. يعني هي reverse بتاع الكيوب of a number اللي هي الكيوب root، ان احنا نجيب الكيوب root of 64 يعني نجيب رقم بيبقى multiply by itself 3 times يدينا الرقم ده. زي مثلا ال 8، ال 8 الكيوب root بتاعتها 2، لان احنا عندنا 2 multiply 2 multiply 2 equal 8، يبقى الكيوب root بتاع ال 8 equal 2. طب الكيوب of 2 equal كام؟ equal 8. الديفينيشن عندي the cube root of a number a is the number whose cube equals a. تمام؟ يبقى وعندي السامبل اللي هو زي السكوير روت، بس السكوير روت احنا ما كناش بنحط عليه اي نمبر، هنا محطوط عليه 3. read as the cube root of is used to designate the cube root. تمام؟ يبقى ده الديزاين بتاع الكيوب روت. زي السنة اللي فاتت كان السكوير روت كان بالمنظر ده، بس كانش عليه هنا اي ارقام، هنا بقى الكيوب روت عليه 3. For example cube root of 64 designates the cube root of 64. تمام؟ The cube root of a positive number is positive and the cube root of a negative number is a is negative. تمام؟ طب ازاي؟ عندي هنا for example ال cube root of 64 equal 4 وال cube root of negative 64 equal negative 4. طب ازاي؟ هنشوف. انا عندي هنا لو انا قلت 4 multiply 4 multiply 4 هتبقى equal 64. تمام؟ طيب لو قلت negative 4 multiply negative 4 multiply negative 4 هتبقى equal كام؟ طيب هنجيبها ازاي؟ احنا قلنا قبل كده في المالتبليكيشن رولز عندنا في البوزيتيف والنيجاتيف ان بوزيتيف مالتبلاي بوزيتيف ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف مالتبلاي نيجاتيف ايكوال بوزيتيف، لكن نيجاتيف مالتبلاي بوزيتيف او بوزيتيف مالتبلاي نيجاتيف ايكوال ايه؟ نيجاتيف نمبر. تمام؟ يعني لو عندنا الساينز بتاعت النمبر بوزيتيف او نيجاتيف، لو الاثنين شبه بعض سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف التو نمبرز يبقى هتبقى ايه؟ بوزيتيف. طب لو مختلفين
واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، يبقى البرودكت بتاع الملتبليكيشن هيبقى بالنيجاتيف، بتاع النمبرز هيبقى بالنيجاتيف. تمام. طيب نيجي نشوف هنا نيجاتيف 4 ملتبلاي نيجاتيف 4 لو خدناها كده between brackets. تمام. نيجاتيف في نيجاتيف هيدينيك ايه؟ هيديني بوزيتيف 16. بوزيتيف 16 هتبقى ملتبلاي نيجاتيف 4. تمام. يبقى انا عندي هنا بوزيتيف ملتبلاي ايه؟ نيجاتيف، و16 ملتبلاي 4 ايكوال 64. يبقى بوزيتيف ملتبلاي نيجاتيف تبقى نيجاتيف، وهنا البرودكت 64. يبقى لو احنا عندنا 3 نيجاتيف ملتبلايد لبعض هيبقى البرودكت بتاعي بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى علشان كده الكيوب روت بتاع البوزيتيف نمبر لو بالبوزيتيف 64 هتبقى ايكوال 4، ولو الكيوب روت بتاع نيجاتيف 64 هتبقى ايكوال نيجاتيف 4، زي ما احنا شفنا الكيوب بتاع النمبر نفسه سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. يبقى البيز عندي هنا او الرول ان the cube root of any number has the same sign of this number، لو هو positive هيبقى negative، لو هو negative هيبقى positive. تمام. طيب عايزين نجيب بقى ال cube root، finding the cube root of a rational number representing a perfect cube. طبعا في ارقام عندنا numbers ليها perfect cube، في ارقام non-perfect cube. هنشوف الاول ال perfect a cube. تمام. The perfect cube rational number is the number which can be written as a cube of a rational number. يعني rational number cube as the number 8 equal 2 power 3 و negative 27 equal negative 3 power 3. تمام. وعندنا قبل كده قلنا السنة اللي فاتت ان لما يبقى ال power odd الساين هتبقى والساين جوه البراكت او للنمبر نيجاتيف، هيبقى الساين بتاع البرودكت بتاعها او الريزلت هتبقى نيجاتيف. طب لو هنا النمبر even هيبقى الريزلت او البرودكت هيبقى بوزيتيف. تمام. طيب the cube root of a perfect cube rational number is also a rational number. يعني ال cube root of 8، ال 8 دي rational number، ال cube root بتاعتها 2 اللي هي rational number، وال cube root of negative 27 وال negative 27 دي rational number، فال cube root بتاعتها negative 3 وال negative 3 هي برضو rational number. تمام. If a number is not a perfect cube then you indicate its cube root by using the cube root symbol. تمام. For example the cube root of 4 is cube root of 4 because 4 is not a perfect cube. ما فيش رقم اضربه في نفسه 3 مرات يديني 4. يبقى الكيوب روت بتاعتها هو نفس المنظر ده اللي هو السيمبل بتاعت الكيوب روت ومعاها الرقم بتاعها. You can use factorization to find the cube root of a perfect cube number as in the following example. طيب هنشوف مع بعض ازاي نقدر نجيب الكيوب روت بتاع any number بالفاكتوريزيشن. الفاكتوريزيشن زي ما احنا فاكرين ان احنا كنا بنعمل dividing اللي هي طريقة الشجرة دي، dividing للنمبر اللي احنا عايزين نعمله factorization على ال prime number، يعني dividing by prime numbers. ايه هي ال prime numbers؟ زي ما احنا خدناها اللي هي النمبر اللي هي ملهاش factors غير هي نفسها والواحد بس، زي الايه؟ زي ال 2، وال 2 ده هو ال prime number الوحيد ال even، الباقي كله odd، زي ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 ال 9 لا، ال 11 ال 13 ال 17 ال 15 لا، لان مثلا ال 9 في الفاكتورز بتاعتها اللي هي 1 و 3 و 9 1 و 3 و 9، وال 15 عندك 1 و 15 و 3 و 5، يبقى كده اكتر من 2 اللي هي النمبر نفسه وال 1 او ال 1. تمام. طيب نيجي نشوف ازاي هنقدر نعمل الكيوب، نعمل find للكيوب روت عن طريق الفاكتوريزيشن. عندي find cube root of 216. تمام. هروح جاية عاملة ال 216 طريقة الشجرة divided by 2 فيها 108 divided by 2 فيها ال 54. تمام. divided by 2 فيها ال 27. طب ال 27 تقبل القسمة على 2 او divisible by 2؟ لا. طب divisible by 3؟ اه.
يبقى divided by 3 فيها 9 divided by 3 فيها 3 divided by 3 فيها 1. Factorization اللي هي طريقة الشجرة ان احنا هنعمل dividing by prime numbers لحد ما نوصل هنا لل 1. طيب انا عندي الرقم 2 هنا متكرر 3 مرات، هاخد منهم واحدة بس، تمام؟ وعندي ال 3 هنا متكررة 3 مرات، هاخد منهم واحدة بس، تمام؟ يبقى عندي هاخد دي اعمل لها ملتبلاي لدي الرقمين اللي طلعوا عندي اللي هم متكررين 3 مرات هاخد منهم واحدة، ودي متكررة 3 مرات هاخد منهم واحدة، وبعد كده هعملهم تايمز باي بعض، تمام؟ هيديني الكيوب روت اوف 216 اللي هي هتبقى 2 ملتبلاي 3 ايكوال 6. يبقى الكيوب روت بتاع ال 216 كام؟ 6. يعني ايه؟ يعني كيوب اوف 6 او 6 باور 3 ايكوال 216، تمام؟ طيب نشوف اكزامبل تاني مختلف بشكل تاني. عايز الكيوب روت، تمام، لنيجاتيف 8 اوفر 125. طيب ده هعمله ازاي؟ هاخد النيجاتيف 8 لوحدها وال 125 لوحدها. 8 divided by 2 فيها ال 2 divided by 2 فيها ال سوري فيها ال 4 divided by 2 فيها ال 2 divided by 2 فيها ال 1، يبقى ال 8 الكيوب روت بتاعها 2. طب ال 125 divisible by 2؟ لا. divisible by 3؟ لا. divisible by 5؟ by 5 فيها ال 25، by 5 فيها ال 5، by 5 فيها ال 1. يبقى هنا دي السكوير روت سوري الكيوب روت اوف 125 اللي هي ال5، والكيوب روت اوف 8 اللي هي ال2، تمام؟ بس هنا طبعا دي بالنيجاتيف، دي نيجاتيف 8 هتبقى دي نيجاتيف 4 هتبقى دي نيجاتيف a 2، تمام؟ طيب هاجي هنا الكيوب روت بتاع اني بتاع اني نمبر بنفس الساين بتاعته، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 2 وهنا هنا كيوب روت طبعا، وهنا ال 125 عندي ال 5. يبقى الكيوب روت اوف نيجاتيف 8 اوفر 125 هيديني نيجاتيف 2 نفس الساين بتاعت ال 8 بالنيجاتيف، وال 125 بنفس الساين بتاعت ال 125 اللي هي ال 5، تمام؟ طيب عندي رقم تاني، example تاني، cube root of decimal numbers بقى 64,000، يعني ايه؟ يعني 64 من 1000، تمام؟ طب دي هعملها ازاي؟ هعملها كده cube root 64 over 1000، واروح جاية عاملة 64 divided by 2 فيها ال 32 divided by 2 فيها ال 16 divided by 2 فيها ال 8 divided by 2 فيها ال 4 divided by 2 فيها ال 2 divided by 2 فيها ال 1 لحد ما اوصل لل A لل 1. عندي كم رقم متكرر هنا؟ عندي ال 2 1 2 3 هاخد منها واحدة، وعندي 1 2 3 هاخد منها ايه؟ واحدة. يبقى الكيوب روت of 64 هي 2 multiply 2، تمام؟ والساين بتاعتها بوزيتيف، يبقى دي كمان بالايه؟ بالبوزيتيف. طب ال 1000 هاجي اعملها divided by 2 فيها ال 500 divided by 2 فيها ال 250 divided by 2 فيها ال 125 divided by 2 sorry divided by 5 فيها ال 25 divided by 5 فيها ال 5 divided by 5 فيها ال 1 لحد ما وصلنا لل 1. دي 3 مرات 2 هناخد منها واحدة اللي هي 2، ودي 3 مرات 5 هناخد منها واحدة اللي هي ال 5. يبقى الكيوب روت بتاع ال 64 2 multiply 2، والكيوب روت بتاع ال 1002 multiply 5 اللي هو كام؟ اللي هو 4 over 10 اللي هي بالديسمال بوينت 4، تمام؟ طيب كده احنا جبنا الكيوب روت بتاع النمبرز، والكيوب روت للفراكشن، وكيوب روت للديسمال. طب لو عندي كيوب روت لباورز، يعني ايه؟ يعني كيوب روت لرقم
power رقم تاني زي cube root of 3 power 3 equal a where cube root of a power n تمام هيبقى equal a power n الباور ده over 3 يعني هنعمل dividing للباور over 3 خلاص where n belongs to z يعني ايه belongs to z يعني belongs to الانتجرز تمام طيب if a is a perfect cube number يبقى الايكويشن x cube equal a has a unique solution in q q اللي هي rational number which is cube root of a تمام زي مثلا الايكويشن x power 3 او x cube equal 8 has a unique solution in q which is cube root of 8 equal 2 والcube root تمام الايكويشن x cube equal 9 has no solution in q because 9 is not a perfect cube لان احنا لو جينا نعمل الx لوحدها هيدينا equal cube root of 9 ملهاش solution in q في rational number لان 9 is not a perfect cube يعني رقم ما ينفعش يتضرب ما فيش حاجة تدينا تضرب في نفسها 3 مرات تدينا 9 طيب هنيجي نشوف الاكزامبل عندنا two equations هنحاول نحلهم ونشوف ان هي في ليها solution in q ولا لا عندي 40x cube minus 1 equal negative 136 الايكويشن زي ما خدناها برضو السنة اللي فاتت هنلاحظ ان هي والسنة اللي قبلها هنلاحظ ان احنا لازم الفاريابل اللي عندي ده نخليه هو في one side لوحده من غير اي حاجة معمولة جنبه plus or minus او من غير حاجة معمولة جنبه بالmultiply او بالdivision تمام؟ طيب اول حاجة لازم نشيلها plus or minus طيب انا عندي هنا نيجاتيف 1 ايه اللي يضيع النيجاتيف 1 من هنا ان انا احط له الاديتيف انفرس بتاعه اللي هو بوزيتيف 1 يبقى انا هعمل كده اد بوزيتيف 1 تو a تو بوث سايدز زي ما كنا بنعمل السنه اللي فاتت هيبقى 40x كيوب ايكوال طبعا دي راحت وهنا هتبقى النيجاتيف 136 بلس 1 هتدينا النيجاتيف 130 5. طب عرفنا ازاي ان هي 135 لما بنيجي نعمل adding للnumbers بساينز مختلفة فبنعمل كأن بنعمل subtraction الكبير minus الصغير بس الريزلت بتاعنا بيبقى بالساين بتاعت الكبير يعني هنا كأننا عندنا 136 minus 1 هيدينا 135 طب مين فيهم الكبير ال 136 الساين بتاعته ايه نيجاتيف يبقى ال 135 هتبقى بالايه بالنيجاتيف تمام بعد كده عندي ال 40 دي لازم اتخلص منها فهعمل دي طبعا ملتبلاي كانها معموله ملتبليكيشن باي اكس كيوب فهعمل لها ديفيجن اوفر 40 للبوث سايدز بتاعه الايكويشن هتبقى او كاني بعمل ملتبلاي by 1 over 40 اللي هي الملتبليكيتيف انفرس بتاع ال 40 يبقى كاني بقسم على 40 هتبقى هنا الاكس كيوب ال 40 هنا راحت وهنا هتبقى نيجاتيف 135 over 40 طيب دي كده مش في السمبلست فورم انا عايزه اجيبها في السمبلست فورم فهعمل ايه الرقم اللي الفاكتور اللي مشترك بين الاثنين الكومن بينهم ال 5 فهعمل over 5 هتديني دي نيجاتيف 27 و 40 over 5 هتديني 8 طيب هنا x كيوب عندي ال 27 دي perfect cube وال 8 دي perfect cube طب يبقى ال x كيوب اللي هي sorry cube root of x كيوب لل both sides بقى هجيب ال cube root بتاع ال both sides وهنا ال cube root of negative 27 over 8 عندي هنا الكيوب روت اوف اكس باور 3 احنا قلنا ان الكيوب روت للباور هنيجي نعمل ال 3 اوفر 3 هتبقى اكس باور 1 اللي هي اكس تمام وهنا ال 27 هنيجي على جنب 27 39 وهنا ديفايدد باي 3 فيها ال 3 ديفايدد باي 3 فيها ال 1 يبقى الكيوب روت بتاعها كام 3 يبقى دي نيجاتيف 3 وال 8
زي ما احنا عارفين 2 فيها 4 divided by 2 فيها 2 divided by 2 فيها 1 يبقى هنا الكيوب روت بتاعها 2 يبقى تي نيجاتيف 3 over 2 يبقى الكيوب روت of x اللي هي negative 27 over 8 equal cube root of negative 27 over 8 equal negative 3 over 2 وهي دي ال solution n cube. تمام؟ طيب عندي example تاني. تمام؟ عندي y negative 2 all power 3 equal negative 343. تمام؟ يبقى أنا هاخد الكيوب روت لل both sides, take cube root to both sides. تمام؟ هيبقى الكيوب روت y minus 2 power 3 ل cube root of negative 343. تمام؟ طيب cube root لل power 3 اللي هي 3 over 3 اللي هتبقى هي y minus 2. طب ال cube root of 343 تمام؟ هنيجي نشوفها هي ايه. 343 divisible by 2؟ لا. divisible by 3؟ لا. ازاي نعرف انها divisible by 3؟ نجمع ارقامها ونشوف حاصل المجموع بتاعهم يقبل القسم على 3 ولا لا. 3 و 4 7 7 و 3 10 ما تقبلش قسم على 3 يبقى مش divisible by 3. طب divisible by 4 ازاي نعرف انها divisible by 4؟ لو الرقمين اليونتس والتنس بتاعتهم على بعض ال 2 digits يقبلوا القسم على 4 divisible by 4. طب عندي هنا 43 divisible by 4؟ لا يبقى ما ينفعش. طيب divisible by 5؟ لا. divisible by 6؟ لا. divisible by 8 by 7؟ 7 فيها ال 49 divided by 7 فيها ال 7 divided by 7 فيها ال 1. تمام؟ عندي هنا ال cube root بتاعها اللي هي 7. يبقى عندي هنا y minus 2 هيديني negative 7 لان هنا ال cube root بنفس ال sign بتاعت ال number اللي هي ال negative. طيب هنا y minus 2 عشان اضيع ال 2 هعمل add 2 to both a sides. ال 2 هنا راحت من جنب ال y تبقى negative 7 plus 2. هنعمل كأننا بنطرح ال 7 minus ال 2 هيدينا 5 بس الساين هتبقى الساين بتاعت الكبير اللي هي النيجاتيف هتبقى نيجاتيف A نيجاتيف 5 وده السوليوشن بتاعها in Q. تمام؟ طب ازاي نطبق بقى ال cube root على الابليكيشنز؟ عندنا remember that the volume of a cube زي ما انا قلت ال edge length او ال side length multiply itself. طب ال area of one face of a cube دي square. ليه؟ لان هي ال edge length multiply itself. ال area of one face واحنا عارفين ان each face of a cube is a square. ال literal area of a cube is the equal the area of one face multiply 4. ليه؟ لان انا عندي 4 squares في الاربع اتجاهات بتاعت ال cube plus ال 2 bases فانا عندي ال literal area اللي هي المساحة الجانبية اللي هي ال 4 faces بس عشان كده هناخد area of one face ونعملها multiply by 4 والtotal area of a cube اللي هي literal area اللي هي area of one face multiply 4 وعندي 2 bases 4 plus 2 equals 6 يبقى area of one face multiply 6 او اللي هي عبارة عن area of one face multiply 4 plus area of two bases اللي هي side length multiply itself 2 times. تمام؟ طيب لو عندي if the volume of a cube is 8 خلاص then the edge length equal cube root of 8 equal to centimeter يبقى عندي ال area of one face احنا جبنا ال edge length بتاعته 2 multiply 2 equal 4 centimeter يبقى ال literal area اللي هي عبارة عن 4 ال area of one face multiply 4 اللي هي 4 multiply 4 equal 16 والtotal area اللي هي عبارة عن area of one face اللي هي 4 4 multiply 6 اللي هي equal 24 centimeter square. تمام؟ طيب نيجي نشوف ازاي بقى في examples على ال application دي. عندي اللي بيقولي find each of the following the length of the inner edge of a vessel in the shape of a cube its capacity equal 8 liters. طبعا ال capacity اللي هي عبارة عن ال volume بتاع ال liquids. تمام؟ وعندي الفيسل هنا in a shape of a cube. طب الفوليوم او الكاباسيتي بتاعت الكيوب
او الليكويد الكباستي بتاعت الليكويد اللي هي اللي داخل الكيوب هي عباره عن الفوليوم بتاعت الكيوب، وانا عندي الفوليوم اللي هي عباره بتاع الكيوب عباره عن الايدج لينث مالتبلاي اتسلف مالتبلاي اتسلف. فهو عايز اللينث اوف ذا انر ايدج، تمام؟ يبقى هو عايز الكيوب روت اوف الكباستي، تمام؟ هنيجي نعملها ازاي؟ هنقول the capacity of vessel equal 8 liters، تمام؟ خلاص. يبقى طبعا احنا عايزين نجيب الايدج لينث، فاللينث مش هيبقى بالليتر، اللينث هيبقى بالسنتيمتر، واحنا عندنا ان الليتر equal 1000 سنتيمتر كيوب، تمام؟ يبقى الكاباسيتي equal 8 multiply 1000 equal 8000 سنتيمتر كيوب، تمام؟ طيب يبقى ال inner edge length equal cube root of 8000، خلاص تمام، هتبقى equal. احنا قلنا عارفين ان كأنها cube root of 8 multiply 1000، واحنا عارفين والحاجات دي بتبقى محفوظة دايما بالتكرار solution بتاع examples، ان cube root of 8 هتبقى 2 والcube root of 1000 هيبقى 10، يبقى عندي دي 20 سنتيمتر. طب ليه سنتيمتر وانا عندي ان سنتيمتر كيوب؟ ما السنتيمتر كيوب برضو هيبقى كاننا جايبين الكيوب روت بتاعها اللي هو 3 ديفايدد باي 3 فيها ال1 اللي هي كانها سنتيمتر، فهتبقى 20 سنتيمتر. يبقى الانر ايدج لينث بتاعي ايكوال 20 سنتيمتر للفيسل اللي هي الكباسيتي بتاعتها 8 liters in the shape of a cube، تمام؟ طيب عندي اكزامبل تاني بيقول لي the radius length، عايز نجيب a radius length of a sphere of volume 36/125 pi سنتيمتر كيوب، تمام؟ وعندي ال volume of the sphere equal 4/3 pi r³، where r is the radius length of the a of the sphere and pi is the ratio between the circumference of the circle and its diameter length، تمام؟ اللي هي ال pi. طيب دي نحلها ازاي؟ هنيجي نقول هنا ان ال volume of sphere equal 4/3 pi r³، تمام؟ يبقى 4/3 pi r³ equal كام؟ equal 36/125 pi. طبعا الباي موجودة هنا والباي موجودة هنا، لو قسمنا الاثنين خلاص طاروا مع بعض، تمام؟ دول كده بيضيعوا بعض، لو حاجة موجودة في الناحيتين دول كده ضيعوا بعض. طيب اتفضل عندي الار كيوب، عايزة دي كأنها equation عادية، عايزة اشيل الفور over 3 اللي موجودة جنب الار كيوب علشان اقدر اجيب الكيوب روت بتاعها. يبقى هعمل الاول، يبقى كأني عملت divide by to both sides، وبعدين هعمل multiply by المultiplicative inverse بتاع 4/3 هو 3/4، تمام؟ طبعا للبوث سايدز. يبقى دي طارت، هيبقى r cube equal انا قايلة multiply by 3/4 36/125 multiply 3/4. لو جينا شفنا قلنا هنا لو عملنا يعني by 4 هتبقى دي 1 وفوق by 4 هتبقى دي 9، هتبقى دي equal 27/125. طب ال r cube هيبقى ال cube root of r cube equal
ال cube root of 27 over 125 وال cube root of r cube اللي هي ده طير ده زي ما كنا بنعمل السكوير مع السكوير روت هيبقى ال r واحنا طبعا بالممارسة هنبقى عارفين ان الكيوب روت بتاع ال 27 اللي هو ال 3 والكيوب روت بتاع ال 125 اللي هو ال 5 تمام يبقى عندي الراديوس بتاع السفير هنا اللي هو 3 over 5 سنتيمتر لان السنتيمتر كيوب جبنا لها الكيوب روت بتاعها فبقت سنتيمتر يبقى الراديوس لينث اوف سفير equal 3 over 5 سنتيمتر تمام وزي ما قلنا كل ده بعد كده في الابليكيشن ممكن نجيب اي حاجة الكيوب روت بتاعها عن طريق الفاكتورايزيشن وممكن لو لقينا رقم كبير شوية ممكن نستعمل الكالكوليتر طبعا ان احنا نجيب الفاكتورز بتاعتها بالاسم يعني بالديفيجن على الكالكوليتر ونشوف الريزولت بتاعها وبكده يكون الدرس اول درس خالص الكيوب روت انتهى ويا رب تكونوا فهمتوه يا رب يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم وان شاء الله نلتقي في درس جديد ان شاء الله.